دور الام جينيفر. الام انت بطنها لا غير كبرت الحين انت بطنها 19 قاعد ما عندك شغل بس قاعد الاكل يوصل لك من فوق الاكل ترى مو خدم حشم حبل بادت لي لان امك ما تدري ان انت وسخ قاعد شيء تحت الام يا جليل الحياه امك هذه انت تعتقد قوتك هذه خليتها من وين فيتاميناتك من وين جبتها صيدليه اخذها وارجع شنو لا انتم يا هنا يا جماعه يا اخي فاهمه مو فيتامينات عندك خبر ان انت بسبتك انت ماخذ عظام امك انا ماخذ عظام امي اي نعم يعني شنو امي بورنس صحيح ولا شنو امك مو فرايديز ما ادري بدون مع فريش صوص ولا شنو مو صوص ما شلون شلون ما بدون عظم شلون يعني ما تفخ ولا شنو شنو تفخ يعني ما عند المجمع واقفه كذي الحين يعني اذا برجع البيت اطفي الماكينه واصفط امي ونرجع انتوا ما تستحون انتوا أم أنت خذيت عظام من الأم يا ابن الحلال أنت يا الأثول 9 أشهر بطن أمك من يتحملك طويل أهبل 9 أشهر ماكل شارب نايم من يتحملك هذا الوقت تحملوني هني عيال زايد يضفوني يا أخو علي واو واضح محتاج إزين أوكي خلي الأم خلي الأم إزين خلي الأم إزين ما تبي زوجة لا هذا قناه صوت ايه صوت كل اللي جا ولا حد يصور عشان انا فما كل اللي جا ما ابي زوجه ما ابي فكره وفا وحنان وفا وحنان يا ربي كلب قطوه ما ابي وفا وحنان يلا فكونا ما حد دمرنا يا الرجال اللي هالحريم ما نبي يبا نبي مزايل مزايل خليك على مزايل الابل شنو بس ريايل هو ابل ويا حلو والله الابل ومزاين الابل والله يا حلو شنو هذا وتفرك راسها في الشبك الله 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 ايش عرفك وين انت ايه ما احب الحيوان من حيوان ابل انت حيوان لا تسب لهاي عقل حيوان ادري بس حيوان يلا انت الحيوان والله يا البعير يا هالابل في ميز انت يبا البعير أرجل منك لا وأرجل منك وأرجل مني ليش؟ وأرجل من نص الربع ليش يلا ليش عجل. ليش يلا عاد لا تخلوني أخربها إيش والله في كم ميزة أنا شايف ميزة واحدة رياييل بشوربة ما عندها هل شنو خلك عنا يدش الصحراء ما يغرز يحمل ماي وايد هذا لاند اللي قاعد تقوله مو بعيد خلك من هذا زين راهي البعير راهي فحل على شنو راهي شوفه شلون يدش الخط السريع ولا يهمه احد يدش خط سريع خط صفر ولا احد يهمه سيارات شاحنات ديد حبتين اكسترا علج ويتعلق ويرجع مرتاح والله ما تسويها اخاف مو راهي ما يسمع لا راهي والله السخيف بطيء لا يبغى يقعد 7000 حركة وحقود بشكل شلون؟ ساكني بلوك من السناب من الانستغرام من الواتساب شنو هذا؟ لا انا يعني مو الحر البعير وين؟ لما دخل راسه بالسيارة كان يقول لك عطني جواز الدفع شنو ما خفت؟ شنو تبي انت؟ انا زومبي 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 عادي زومبي عضو الرقبة تعال انا ما عندي رقبة تعال والله مالي شغل يا حضرة زومبي زومبي شوف انا ماي ناقص الحرب عفستني مسحت كل شيء فيني ترى الحرب؟ اي الحرب شو سوت فيك؟ اي الحرب كذي اي عادي اي ترى انا انسان معنف معنف؟ اي منو معنفك؟ اهلي عنفوني اهلك عنفوني؟ اي اهلي شلون؟ انا اقول لك شلون؟ هم ياكلون عيش وانا اكل اندومي يرضيك هذا هيك بيضعفونك؟ لا حتى لما كبرت توظفت رحت الدوام عنفوني بصمه؟ اي البصمه هذا سمعت عن الموضوع؟ انا اقول لك اقوم الصبح ابصم يخصمون علي شنو هالظلم هذا؟ يقولون صوره بطنك طالعه بالبصمه يرضيك؟ والله شنو الدوام يا جماعه الخير الدوام معرفين الدوام هذا اللي شفته انا اللي قلت لك عنه هذا ماكو صاروخ؟ هذا بصاروخ بعد صاروخ هذا اللي مسح ويا طلع صار بويها مسكين شوف ويا شوفوا ترى يا ناس عايشين لكن هم اموات يا موت يا ابن الحلال انا شفت بعيني يا عالم انا وين بالضبط؟ وين؟